تلو الطلقة طلقة تلو الطلقة اخترقت جسدي مثل ورقة كتب عليها أنا عربي وهذا بي بيد يستدعي للحلقة نمعت حزن الندم حرقة والأغرى حائرة حولي ماذا تخفي عن مرتزقة طلقة تلو الطلقة. وكمان حتى كمان كان عندها شريط أغاني أظن كان اسمه عودة ليلى، أنا متأكدة إذا كان هذا هو الاسم ولا لا، أظن كان عمري 9 أو 10 سنوات ما أتذكر، بس أتذكر أني مرة أدمنت على ذاك الشريط مرة، يعني بدأ حلم الغناء مرة بدأ يكون يعني شيء جد تسلم. يعني تقدر تحط هذا الحلم اللي تحس انه هو مرة صعب تقدر تحطه على جنب شوية، لكن ما تستسلم، في فرق. يعني انا كنت افكر انه مستحيل هذا الحلم يتحقق، ولكن انا اقول لك من الان اي حلم عندك او عندك ممكن يتحقق. استمر في اللي تقدر عليه، ركز في اللي انت تقدر عليه، وبعد فترة تقدر ترجع وتفكر وتسأل نفسك اوكي هل انا جاهز الان، هل الان اقدر ابدأ في هذا المشروع الثاني ولا لا، وراح تشوف اللحظة المناسبة راح تجي. طبعا انا ما اقول انك تستنى
أوصل أهدافي. يعني قصدهم إذا أنت ما تفكر بنفسك كفاية، إذا ما تفكر في أهدافك وأحلامك، إذا ما تفكر حتى كيف ترضي نفسك، ما راح توصل لمكان. أنت لما تهتم بنفسك أنت كذا راح تكون يعني مصدر إلهام لغيرك. أنت لما تهتم بنفسك كذا راح تقدر تساعد غيرك، لأنه لما تشتغل وتجيب فلوس لنفسك هذه الفلوس تقدر تعطيها للفقراء مثلا. لكن إذا أنت ما حاولت تسوي شيء لنفسك ما راح تقدر تعطي أحد شيء. لازم تموت نفسك، تعذب نفسك بس عشان تحس انك تستحقها. لا،